مطمئنينك يا ربي على أهله وزوجته وأولاده. اللهم وسع مدخله يا رب العالمين. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، بدل سيئاته حسنات وارفع درجاته ووسع مدخله يا رب، وأرسل ملائكة تستقبله والهمه يا رب العالمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هون عليه سؤال الملكين، هون عليه سؤال الملكين، هون عليه سؤال الملكين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت التراب وحدنا. هون يا رب مدخلنا يا رب العالمين، وسع مدخله، اجمعنا معه يا رب، وارحمه يا غفور يا رحيم. اللهم صبر أهله، اللهم اسكن السكينة على قلب زوجته، اللهم ارفع درجتها يا رب العالمين، وألهمها الصبر والسكوان والطمأنينة. اللهم ألهم ولده الصبر والطمأنينة يا رب العالمين، ولبناته مثل ذلك. اللهم يا رب، اللهم يا رب اغسلهم بالصبر والسكينة، واغسله بالماء والثلج والبرد يا رب، اسكب عليه الحسنات سكبا يا رب، وسع مدخله يا الله يا رب، نور قبره يا الله يا رب، اجمعنا معه في الجنة يا الله يا رب، ارحمنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.